يونسكو أهمية هذا الانتصار لصالح فلسطين، وأكيد الجهد الذي تم يعني بذله خلال السنوات الماضية من أجل تحقيق طبعا هذه الخطوة المهمة جدا. صحيح، نتحدث عنها أكيد مع ضيفنا لهذا الصباح الوكيل المساعد لشؤون الثقافة في وزارة الثقافة سيد محمد عياد. أهلا وسهلا فيك، سعد صباحك. يعني مبارك لنا هذه الخطوة يعني اللي تحفظ حقنا أيضا، وهذه ليست يعني وريدة لحظة، إنما سنوات يعني تعمل عليها وزارة الثقافة منذ حتى توقيع فلسطين على بال2011 على اتفاقية صون التراث، إلى أن تكلل يعني بالأمس، وربما حتى جاءت في وقتها في الوقت اللي بنحتاج العالم فعليا ليرجع يوقف كمان مع تراثنا والمؤامنة أكيد بقضيتنا الفلسطينية. خلينا نتحدث عن هذه الجهود. بداية صباح البلاد هذا اليوم، وصباح الغرزة، وصباح أصابع الأمهات والجدات اللواتي طرزن ذلك. أنا أود أن أقول، أن أفتتح ب نحن لم نكن يوما هناك، دائما كنا هنا نقطف الزيتون والسماك من حكورة بالبال، هي أقرب بقاع الأرض إلى السماء، إنها القدس قلب فلسطين. هكذا كنا ولازلنا، لما يولد طفل نحس بأن الله يريد يبارك تلك الأرض برائحة الأتين إلى الكون حديثا، ولما يبزغ فجر نحس بأن النور يقبل وجنة أرض الله بدفء الشمس. فكيف إذا كان الحلم وطنا نشبك أيدينا لنحيك بأصابع غزية طرحة عروس قدسية موشاة بحرير رام الله، لتزدل على ثوب تلحمي طرزته فلاحة من جبل الخليل بكشتبان نابلسي، لعروس من جنين تلتقط صورة عرسها على سور عكا وتعشق البحر الله كالنواس. الله، أنا أشعر بدني. هكذا هي البلاد. هذا العمل يهدى إلى أرواح الشهداء، نعم، وإلى أمهاتهم اللواتي طرزن هذه الغرزة لتصبح من أجمل الأشياء في الكون، من أجمل القطع الكونية. هذه الغرزة تحمل سر البلاد، وتحمل أسرار الشهداء، وتحمل أسرار الأمهات اللواتي حلم بين كل خيط وخيط. في كل غرزة هناك حكاية مخبأة. هكذا هذه الغرزة عمرها أطول بكثير من عمر هذا الاحتلال لبلادنا، وبالتالي هذه الرواية وطريقة أنسنتها هي السلاح الإنساني الذي نواجه به آلة القتل والعدوان وطائرات الفولاذ والمعدن الماكر والرصاص الغليظ. هذه الرواية الإنسانية وهذا النقيض الاحتلالي الذي ليس له شيئا على هذه البلاد وفيها. نعم أستاذ محمد، يعني هذا فيما يتعلق بأهمية هذا الانتصار وهذا الإنجاز على المستوى الفلسطيني، لكن كيف يمكن ترجمته على الأرض؟ يعني ماذا يعني فعليا؟ يعني إذا كان أحد سيقتبس مثلا التطريز الفلسطيني، الغرزة الفلسطينية، هل هذا يعني أن هناك إجراءات معينة لنسبها لفلسطين تحديدا؟ ما يتعلق أيضا بمساءلة الاحتلال إن كان أيضا هو يسرق هذا التراث، كيف يمكن محاسبته؟ هذا يعني أن هذا الملف سجل خصيصا، وهو ملف فردي وحصري باسم فلسطين. هناك ملفات أخرى قدمت، مثل ملف النخلة مثلا قدمتها المجموعة العربية ونحن معها، بمعنى مجموعة الدول العربية، وهناك ملفات أخرى أو عناصر اسمها عناصر تراث أخرى تقدم إما بشكل جمعي أو بشكل فردي. هذا فن التطريز، هذا قدم بشكل حصري لفلسطين فقط وسجل على اسم فلسطين فقط. هذا يعني أنه من اليوم فصاعدا لا يحق لأحد في الكون أن يستخدم ذلك دون أخذ الإذن الرسمي من فلسطين الدولة، فلسطين الحكومة والكيان، بمعنى الكيان العامر. هذا سيمنع يعني سيكون ضابطا لمنع اي حد من استخدامه او محاوله سرقته. هذا تثبيت اكيد للحق الفلسطيني في ذلك. وعلى العموم هنا انا اود ان اقول انه قبل ايام فقط قام الاحتلال يعني بمعنى لبس ملكات الجمال اللي اجوا عنده اثواب من هذا القبيل، وادعى انهم راحوا على
يعني عند في منطقه بدويه في بئر السبع او ما شابه، وكمان خلاهم يلفوا وراء العنب ومأكولات الفلسطينية. ببساطة انا اوضح هنا ببساطة لماذا يفعل ذلك، لان ليس لديه شيء يقول لهم عن تراثه وحكايته، لا يوجد له لا تراث ولا حكاية. وأمة بلا تراث، أمة بلا حضارة، أمة بلا مستقبل. هو يحاول أن يسرق هذا المكان، هذه الحكاية وهذه العناصر وهذا التراث لينسب له. هو له تراث في الدول التي أتى منها، كل فرد على حدة، بمعنى اللي أجى من أوروبا هناك تراث في أوروبا، في فرنسا ولا في بريطانيا ولا في أمريكا ولا في أي دولة أخرى. فهو مدرك تماما بأنه لا محالة عائد إلى المكان الذي أتى منه، لأنه لن يكون له كيان على هذه الأرض بالمطلق، لأنه لا يشبه شيء، ليس له لا زي ولا ثوب ولا نوعية طعام ولا دبكة ولا فن ولا كل ذلك مسروق. حتى الأغاني العادية هم بأخذوا اللحن العربي أو الفلسطيني وبيغنوا عليه، يعني بحطوا عليه كلام فقط للاستهلاك. المهم في موضوع فن التطريز والذي حصلت فلسطين على يعني وضعه على لائحة التراث الغير المادي في اليونسكو العالمي، بعد ذلك من الممكن أن تقوم فلسطين بنشر هكذا نوع من التراث وتطويره واستخدامه كعنصر من عناصر التراث للشراكة في الثقافة العالمية، للشراكة في الإنتاج الفني العالمي، للشراكة في السياق العالمي. يعني بمحبة في شركات في الصين بتقوم بصناعة بعض اليوم، بده يصير في ترتيب معين مع فلسطين إذا بدهم يعملوا شيء من هذا القبيل، لأنه هاي الغرزة تسجلت باسم فلسطين. كمان مرة أقول هذا لأرواح الشهداء ولأمهاتهم اللواتي عانين، نعم. فصفص عيونهم للكشتبان اللي قاعدين يشتغلوا فيه. نعم. من بعد هذه الخطوة كيف رح تدعم أيضا وزارة الثقافة كل من يعمل في هذا المجال، سواء كان يعني من إنتاج وعملية الخياطة، لأن نعرف أنه كلها تتم أيضا أغلبها يدويا حفاظا، نعم. على يعني هيبة هذا، نعم. الثوب. هذا مشروع كبير الآن، يعني نحن بدأنا بصراحة الآن بدأ العمل في هذا السياق، وهو إذا بدي أوصفه بقول إنه جزء من عمل متراكم وطويل واستثنائي سيكون، لأننا نحن نعد لائحة من العناصر لتسجيلها على لائحة التراث العالمي، بمعنى قائمة ليست فقط التطريز، هناك كثير من الأشياء مثل الدبكة والكمباز وأشياء عديدة والأكلات والكذا. هذا كله يجب تسجيله لحفظه باسم فلسطين. هذا الحفظ باسم فلسطين يعني أنها هناك القدس لا زالت عامرة، هذه هي العاصمة وهذه هي البلاد، ومن هنا خرج الناس، ومن هنا قامت قيامة المسيح، ومن هنا عرج محمد إلى السماء، ومن هنا كل هذه فلسطين التي تقول بالغرزة وباللبسة وبالأكلة وبالموال وبالفن، تقول تاريخ وحضارة وتراث هذا الشعب. لذلك وزارة الثقافة تقوم بإعداد لائحة قائمة طويلة من العناصر التي ونحن نقوم الآن، وهذا ليس سرا، نقوم بعمل لائحة وطنية لعناصر التراث. يعني ما رح نقدر نسجل بسرعة كل الأشياء، لأنه هذا يأخذ وقت، كل ملف يأخذ وقت سنوات طويل، سنوات. فنحن سنعمل لائحة وطنية لعناصر التراث ونعمل ملفاتها لتكون جاهزة، ومن الممكن بذلك أن نحافظ عليها، بمعنى أن يحفظها الأجيال حتى لو ما تسجلتش لسه في قائمة التراث العالمي، ولكن الأجيال ستحفظها، وبالتالي سنقوم بخلق مناخات تمكن الطالب والشاب والشبل والبنت والزهرة، نعم. يعني أستاذ محمد بتصور أنه مسألة الجهد في عملية الحفاظ على هذا التراث كمان قديش في مساهمة وطنية، في بمعنى أنه كمان المؤسسات العاملة في التراث، نعم.
الأفراد. إحنا ما كمان ما بنحكي عن إحياء هذا التراث، إحنا بنعيشه يوما بيوم. نعم. هو حي. نعم. عمليا في حياتنا اليومية. لكن خلينا نحكي كمان كيف إحنا ممكن نحفظه بتاريخه. يعني كل منطقة عنا لها توبها الخاص، أصالتها الخاصة، حتى رغم يمكن التطوير اللي صار على الثوب أو على التطريز وإدخاله في مجالات مختلفة. بالتأكيد هذا كلام سليم. يعني هذا ما أقوله في اللائحة الوطنية لعناصر التراث. يعني في اللائحة الوطنية بصير في هذا الثوب لبيت لحم، هذا الثوب لنابلس، هذا الثوب لبير السبع، هذا الثوب وهلم مجرة. حتى الأكلات، يعني أكلة المسخن ما بتطلب. قديش عندنا هذا التنوع الفلسطيني؟ طبعا هذا التنوع الغنى يعني. نعم. بالتالي هذه اللائحة الوطنية مهمة في هذا السياق كما قلت، لكي تكون متاحة للأجيال بتناقلها. نحن نتشارك بالتحديد، أنا هنا أود أن أشكر كل من ساهم في هذا، من المؤسسات الرسمية، من بعثتنا في اليونسكو، من وزارة الخارجية وكل الأطر الأخرى والمؤسسات الفلسطينية التي شاركت. أود أن أشكر حملة التراث اللي قدموا جهد مهم في هذا الموضوع واللي يجب أن يراكم عليه. هذا مشروع جمعي تشاركي تقود وزارة الثقافة بصفتها هي المسؤولة الرسمية عن السياسة الثقافية في البلد والحفاظ عليها بشكل رسمي، ولكن كل الشعب الفلسطيني مبذول تماماً للحفاظ على أشيائه، وبالتالي يجب أن يجترح ما هو جميل. أنا أود أن أستغل هذه المناسبة وأقول لكل من يرانا، هذه الأثواب الفلسطينية التي نراها مع مذيعات تلفزيون فلسطين لنرى كيف هذا الثوب من أجمل الأشياء في الكون. أنا أوجه دعوة، نحن سنقوم طبعا بترتيب شيء ما في الفترة القريبة القادمة، أوجه دعوة إلى كل الفضائيات العربية والفضائيات العالمية التي تدعم فلسطين إلى أن يكون هناك يوم تلبس فيه به كل المذيعات هذا الثوب الفلسطيني لترسيخه على الصعيد العربي والعالمي. أدعو كل سفاراتنا في كل دول العالم أيضاً للمشاركة في هذا اليوم، بأن هذه الطريقة التي من الممكن أن نثبت فيها أو نقدم فيها هذا الزي الأجمل في الكون. نعم. لكل هذا الكون. فهناك سياق سنقوم به نحن بترتيب شيء ما احتفالاً نتمنى ذلك. كل التوفيق لكم. شكراً لوجودك معنا. شكراً لوقتك. شكراً. شكراً لوقتك سيد محمد عياد الوكيل المساعد لشؤون الثقافة في وزارة الثقافة. يسعد صباحك، والتحية أيضاً لجميع طواقم الوزارة وبالذات من يعني عمل طيلة هذه السنوات على هذه الجهود. وإحنا مشاهدين لنواصل بهذا المشوار الصباحي الممتد برفقتكم، ويتواصل أيضاً الحديث والاحتفاء أيضاً بهذه المناسبة. نعم أكيد.